تحت عنوان الجدية والالتزام تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، تدشن الحكومة الدخول السياسي الحالي وعلى أجندتها ملفات استراتيجية كبرى اقتصادية واجتماعية تشكل تحديات ورهانات بالنسبة للمسار التنموي للمملكة، لا سيما الأوراش الرئيسية ذات الصلة بمواصلة تفعيل الإصلاحات الهيكلية وتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من الإنجازات التي تؤكد ريادة المملكة على المستوى الدولي. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور محمد العمراني بخبزة، المحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم دكتور. مرحبا. ما هي في نظركم أبرز الملفات التي تطرح نفسها بإلحاح على طاولة العمل الحكومي بالنظر إلى معطيات الظرفية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة؟ وربما أن العمل الحكومي الآن سيدخل مرحلة مختلفة عن المراحل السابقة التي مرت بها هذه الحكومة، لأننا الآن نتحدث عن منتصف الولاية الحكومية. إذن فربما أن الحكومة هي على علم وعلى دراية بأن طريقة الاشتغال ووتيرة الاشتغال يجب أن تكون مختلفة، وكذلك حتى طبيعة الملفات التي عليها أن تقوم بمعالجتها يجب أن تكون كذلك مختلفة. فمن هذا المنطلق نعلم أن هناك خارطة طريق وضعها جلالة الملك خلال الخطاب العشر الأخير الذي وجه الحكومة، لا على مستوى طبيعة الملفات ولا على مستوى المنهجية التي يجب أن تشتغل بها الحكومة في المرحلة المقبلة. وكان هناك ربما لاحظنا أن هناك تفاعل مع خارطة الطريق هذه من خلال المحاور الأساسية التي وردت في مشروع أو في ما يسمى بالتوجيهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. فمن هذا المنطلق نقول أن الحكومة هي مطالبة بالتفاعل مع الإكراهات التي يعاني منها المواطن المغربي، وربما تداعياتها لا زالت قائمة لحد الآن، تلك المرتبطة بانعكاسات مرحلة التضخم التي أثرت كثيرا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي وعلى وجود بعض الضبابية وعدم اليقين في قدرة الحكومة على مواجهة هذه الوضعية، خاصة أن مسألة الغلاء وأن بعض الاختلالات التي وقعت خلال عيد الأضحى بندرة المواشي. فهذه الأمور ربما على الحكومة أن تتعامل بمنطق مغاير مع مسألة التضخم التي عانينا منها في السنة الفارطة، بل أكثر من ذلك أن الحكومة هي مطالبة بالإبداع، وخاصة أن الأسلوب الآن المعتمد في تدبير الشأن العام هو الآن يعتمد على ما يسمى بالاستباقية، فلم يعد أمام الحكومة أي مبرر لكي تدبر الأزمات بالشكل التقليدي، بمعنى أن على الحكومة الآن أن تستبق هذه الأزمات وتوفر الردود والإجابات حتى يكون هناك استقرار وأن يكون هناك المواطن يحس فعلا بأن الحكومة تبادر ولها إمكانية مبادرة. دكتور بوخبزة، عرجتم على الكثير من القيم التي يفترض أن تكون مؤطرة للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وأعيد التذكير بالعناوين التي ينتظر تنزيلها على أرض الواقع: الكفاءة، الجدية، المسؤولية. كذلك كيف تقرؤون يعني أضلاع هذا المثلث أو أركان معادلة العمل فيما تبقى من زمن هذه الولاية الحكومية؟ معلوم أن المغرب حقق شيء كثير، ولكن المغرب والمغاربة بشكل عام أنهم يطمحون للأفضل، ومن حقهم، لأن المغرب كما هو معلوم استطاع أن يبصم على الريادة في الكثير من القطاعات والحضور القوي، فبالتالي لم يعد الآن مسموح للتعامل مع مطالب المواطن المغربي بالطريقة الكلاسيكية أو التقليدية. لذلك فلاحظنا أن المبادئ التي يتم الآن أو يطالب بها جلالة الملك الحكومة بأن تعتمدها هي
مبادئ ربما نتساءل لماذا يطرح جلالة الملك في هذا الوقت بالضبط. لأن كما قلنا أن هناك رهانات، حققنا بعض الرهانات ولكن الطموح هو أكبر. لذلك نتساءل كيف حققنا الريادة في بعض المجالات، وكان هناك اختلال أو لنقل إخفاقات لنقلها بشكل واضح في بعض القضايا الأخرى وبعض القطاعات الأخرى. إذن فمن ثم القطاعات التي حققنا فيها الريادة هي القطاعات التي كانت موسوم فيها تسير بهذه المبادئ التي نتحدث عنها، الكفاءة والمسؤولية والجدية إلى غير ذلك. إذن فبالتالي أننا في المرحلة المقبلة لكي نحقق الريادة المطلوبة، وخاصة أن المغرب الآن كما قلنا أنه يتعامل مع إكراهات ليست فقط الإكراهات التي يتعامل معها الدول الأخرى، لأن هناك إكراهات كونية، التغير المناخي، الصراعات الجيوستراتيجية، الانقلابات التي تقع إلى غير ذلك. ففي حين أننا الآن نحن نراهن في المغرب على أشياء أكثر من ذلك، المغرب دخل في أوراش كبرى، أوراش هيكلية كبرى تحتاج من الحكومة هذه الأضلع الأساسية للتدبير العمومي وحتى في القطاع الخاص، وهي الكفاءة، أن نعتمد على الكفاءة، أن نعتمد على الجدية، وأن نعتمد على المسؤولية لحتى لا تتكرر الإخفاقات في بعض القطاعات التي المغرب يراهن عليها بشكل كبير وكبير جدا. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد العمراني بوخبزة، المحلل السياسي، كنت ضيفنا في هوفات على الأخبار. أشكرك مرة أخرى.